الوضوء حتى كل لكم الحدث بالصوت والصورة. قلت لك حنايا كيخصنا 5 أيام باش نوصلوا للمغرب، يومين في الطريق، نهار خصنا نتسناو البابور باش يخرج، ويومين في البابور باش نوصلوا للبلاد. كنوصلوا للبلاد مهلوكين، شي من مرات ما كنلقاوش الكراسه في البابور، كنجيو غير جالسين في الارض مليوحين، كنوصلوا معذبين. ومنين كننزلوا في البلاد كيزيدوا يتكرفصوا علينا، حنا كنجيبوا حوايج هكا للدار للعائله، شويه منا شويه منا، كيبقى عليك راك جايب مواد غذائيه، راك جايب هادي، عطيني هادي، يعني كيبقاو. المهم الهدف تاعهم هو الفلوس، فهمت؟ وإلا ما زيرت معاه ما عطيتوش فلوس كيبقى يستفزك، كيبقى. وخاصة هاد الايام التوالى، هاد المرة التالية، قاعد الناس راها كتشكى بزاف، الناس راهم كيتشكاو في هاد الاونات الاخيرة. كاين شي ناس حطوا شكاية عند المدير، كان وقع لهم شي مشكل، كاين بزاف الناس عندهم مشاكل، انا شخصيا وقعوا لي مشاكل معاهم. المهم اللي كيستفزونا بزاف، ومنين ما كتبغيش تعطيه الفلوس مثلا ولا شي حاجه، كيخولك الطوموبيل، كيقول لك نزل الطوموبيل، كيخولك الطوموبيل كامله في الارض، وكيسمح فيك وكيمشي يخدم شغلات اخرين، ولا كيبقاو بيناتهم واقفين كيهردوها هي تما، حط الصوره كتبين داكشي، وكيخليوك انت كتسنى وانت ما عندك والو، ما عندك شي حاجه اللي ممنوعه ولا شي حاجه اللي هادشي اللي كاين اخويا. الوضوء حتى كل لكم الحدث الصوتي والصوره.